السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم أعزائي المتابعين. إليكم التشكيلة الرسمية للحكومة الجديدة الجزائرية. الوزير الأول ووزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، وزير الخارجية رمطان العمامرة، وزير الداخلية كمال بلجود، وزير العدل عبد الرشيد طبي، وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، وزير المجاهدين العيد البيقة، وزير الشؤون الدينية يوسف المهدي، وزير التربية عبد الحكيم بن عابد، وزير الانتقال الطاقوي بن عدتو زيان، وزير التعليم العالي عبد الباقي بن زيان، وزيرة التكوين ياسمين ميرابي، وزيرة الثقافة وفاء شعلال، وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، وسيل شراحيل وزير الرقمنة، وزير البريد والمواصلات السلكية كريم بيبي تريكي، وزير التضامن كوثر كريكو، وزير الصناعة أحمد زغدار، وزير الفلاحة عبد الحميد حمداني، وزير السكن محمد طارق بالعريبي، وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، وزير الاتصال عمار بالحيمر، وزير الأشغال العمومية كمال ناصري، وزير النقل عيسى بكاي، وزير الموارد والأمن المائي كريم حسني، وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، وزير العمل عبد الرحمن حفاية، وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، وزير البيئة سامي مولفي، وزير الصيد البحري هشام سفيان صلواتي، وزير الصناعة الصيدلانية عبد اللطيف بن محمد، وزير منتدب مكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات. وفي الأخير إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله.